أسعد الله مساءكم بكل خير، أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من والله أعلم. اليوم زي ما حضراتكم طبعا عارفين اليوم الاثنين، وكذلك إن شاء الله الغد الثلاثاء، هي الحلقات المفتوحة أمام حضراتكم لطرح أي سؤال في أذهانكم في أي الموضوعات، وإن شاء الله فضيلة الدكتور هيتفضل وهيرد على جميع أسئلة حضراتكم، سواء عن طريق التليفون اللي بنرحب بضيوفنا اللي معانا الحقيقة على التليفون من دلوقتي على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كمان بنرحب بأسئلتكم على الاسم اس، وكمان على صفحة والله أعلم على الفيسبوك. برحب في البداية بفضيلة الإمام العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة، أهلا بفضلك معنا. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك يا فندم. نبدأ باتصالات حضراتكم. الأستاذة ميرا، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بك. وعليكم السلام. لو سمحت، التربية الدينية في المدارس ما بتبقاش بالقدر الكافي اللي تعلم ولادنا أصول الدين. دلوقتي في حاجات كتير بتشك في الصحابة وبتشك في الدين نفسه، فاحنا بنطلب من فضيلة الشيخ والأزهر ان احنا نعمل مثلا نوديهم المدارس، نودي الشيوخ المدارس يعملوا لهم ندوة يعرفوهم أصول الدين، يثبتوا الدين، لان برضو الأولاد ما بيبقوش عندهم ان هم يقعدوا يقروا او يقعدوا يعرفوا او يستفسروا، لا بياخدوا المعلومة من اي حد، ممكن اي حد يديهم المعلومة غلط، بيحصل. وده ونطلع بقى احنا كده جيل ما عندوش دين، يعني عارف بياخد كل حاجه من على الوش، ما بيعرفش الحقيقه ايه او ما بيعرفش طبعا الاصول. حاضر. فبنتمنى ان مثلا فضيله الشيخ والشيوخ التانية يكدوا ان هم يبعتوا مثلا شيوخ للمدارس يفهمونا، واحنا كمان عايزين برامج كتير تعرفنا الصحابه وتعرفنا عملوا ايه ونعرف ديننا صح ونعرف سيدنا محمد صح، مش وبياخدوا كمان النقط الضعيفه بيهاجمونا منها، احنا حاضر. عايزين النقط الضعيفه دي احنا نفهمها كويس ونعرفها. احيي حرص الرسول حضرتك. عليه الصلاه والسلام اتجوز كتير للحاجات دي. حضرتك تابعي فضيله الدكتور وعن طريق والله اعلم، وهتلاقي في كل اسئله حضرتك وكل شواغلك ان شاء الله، لكن اقتراح حضرتك حاضر يا فندم، فضيله الدكتور ان شاء الله هيرد عليه. استاذه هاله اتفضلي يا فندم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت والله كنت عايزه اسال فضيله الشيخ علي جمعه على الصدقات الجاريه وكده، انا كنت عايزه اعمل صدقه جاريه ليا والوالدي ووالدتي الله يرحمهم، فكنت عايزه فضيله الشيخ يوجهني بس ايه اوجه الصدقه الجاريه وايه الفرق بينها وبين الصدقات العاديه. حاضر. وهل حسابات البنوك زي مشيخة الازهر اللي هو 4 سبعات، هل لما الواحد مثلا يوجه حسابه في الحساب دوت هل يبقى صدقه بس ولا صدقه جاريه؟ وشكرا. اشكرك يا فندم. الاستاذه سوسن اتفضلي يا فندم. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. اكلم فضيله الدكتور علي جمعه. اتفضلي يا فندم. لو سمحت انا هتكلم، عايز اسال في الميراث بس. انا يعني احنا بنات وكده ومن ناس صبيان، ووالدنا متوفي وكده ومالوش اخوات خالص برضه، ولا صبيان ولا بنات، وكان لي ابن عم، وابن عمه ده متوفي بس ابنه ليه ابني، هل ابنه ده يرث فينا احنا، فيا انا واخواتي وكده؟ طيب. حاضر يا فندم، اشكر حضرتك. استاذه فاتن. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالين حضرتك. اتفضل. عندي ابن اختي عايش في امريكا بيشتغل هناك، ففي شهر رمضان راح مؤتمر وفطر 5 ايام. لانه ما كانش قادر يركز اكتر من كده، عايز اعرف الايام دي يديها بكفاره ولا اليوم بيوم. وسؤال تاني بعد اذن حضرتك. لما فضلت الدكتور اتكلم في عصمه النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا في سوره العبس وتولى، ودي ريحت قلبي جدا في شرحها، حسيت انها مريحه جدا. في سوره المجادله اللي المفروض ان ربنا سمع تحاوركما، الست كانت بتكلم الرسول عليه الصلاه والسلام، والمفروض ان الرسول ما قالش الاجابه الصحيحه، وكمان ان الصحابه كانوا بيراجعوا الرسول بيسالوه هذا وحي. فعايز اسال، اكيد في اخطاء كانت لان الرسول كان بشر نبي، فممكن برضو فضيله الدكتور يشرح لنا الايه بتاعه المجادله كانت ازاي، زي عبس وتولى كده. ولكم منا جزيل. سوره المجادله. حاضر يا فندم، حاضر تحت امرك. استاذ دعاء اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد إذن حضرتك كنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ، أنا سني أولا 27 سنة،
متزوجة وكده، بس بقالي سنتين وانا بعاني يعني مريضة وكده وتعبانة. ربنا يشفيك يا رب. فانا عايزة اسأل، هو ده فعلا يعني ابتلاء ولا بلاء من عند ربنا، ربنا غضبان عني في حاجة او كده؟ تاني سؤال، الدكاترة بيقولوا لي يعني مش عندي مرض عضوي او كده، فهو فعلا يعني فعلا ممكن يكون حد بيأذي حد بالسحر او الحاجات دي، ولا دوت مش موجود خالص؟ حاضر، أشكرك شكرا جزيلا. فالدكتور يعني طلب الأستاذة ميرا بأن الأزهر ينزل المدارس ويعرف ولادنا أمور دينهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. كثيرا ما ذكرت أن زيادة عدد السكان عمل فجوة وأزمة كبيرة. كثيرا ما ذكرت أنه سنة 1950 وإحنا ما كناش نتجاوز 16 مليون، حينئذ 17 بالكثير يعني، لأن 17 ده تعداد ما بعد سنتين كمان سنة 54. كثيرا ما ذكرت أن في هذه السنة 1950 مثلا كان عدد الأزهرية المنتمين إلى المعاهد والكليات وكل شيء لا يزيد عن 15 ألف، والآن أصبحنا 2 مليون. لكن تشبع الناس بالدين وذهابهم إلى المساجد ومحافظتهم على الجماعات وسماعهم للشيوخ واعتبارهم الحجة الوحيدة في هذا المجال، وأن كلامهم قاطع في هذا الإرشاد وهذا كان بيحل المشكلة، بالإضافة إلى مناهج التدريس. لما مناهج التدريس اختزلت واختلت، ولما الناس زادت أصبحنا الآن 5 أضعاف ما كان عليه، ولما الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة تمكنت جدا لدرجة أن كل واحد شال تليفونه، ما فيش حاجة اسمها يعني كان في تليفون بس مش كل واحد شال تليفونه، وأصبح هناك التواصل الاجتماعي بكافة أشكاله، وأصبح الناس أكثر انشغالا، وأصبحت المسألة مركبة وليست هي مجرد أن أذهب إلى ندوة في مدرسة وقد لا أستطيع. لكن هناك حلول أخرى، ومن ضمن هذه الحلول الأخرى القنوات المتخصصة للشباب وللأطفال، يعني الطفولة بتنتهي عندنا رسميا في سن 18 سنة وبتنتهي في الشريعة في سن 15 سنة، ولكن بنقول ال3 سنين دول يعني بندرب الطفل لأنه هو يستقبل شبابه الجديد، وكذا من 18 إلى 25 في العالم كلها أو إلى 30 أصبحنا احنا حملنا إلى 35. يعني إذا أنا عندي من سن الإدراك 10 11 12 سنة إلى سن 35 سنة أنا عايز أعلمه وكذا إلى آخره. عملت مرة برنامج في قناة الناس هنا، هو مين النبي بتاعنا؟ لأن عرفت أن الناس مش عارفة أم النبي مين، أنها آمنة بنت وهب مش عارفينها، اللي هي إحنا كنا بنلهج بذكرها وباسمها وإحنا صغيرين في أولى ابتدائي وتانية ابتدائي، يبقى في خلل. هذا الخلل يمكن أن يزول، وتقدر ميرا أنها تعلم ولادها عن طريق هذه القنوات المتخصصة، عن طريق المواقع المتخصصة. عايزة تتعلم الإسلام، بذلنا مجهود ضخم جدا وعملنا له بتاع اسمه بيان الإسلام في الرد على شبهات الإسلام، جمعنا 1500 شبهة أساسية كانت تثار حول الإسلام. هو النبي اتجوز ليه؟ هي إيه ليه المرأة بتاخد النصف من الرجل؟ هو في إيه معنى الجهاد يعني إيه؟ إلى آخر ما حاول أعداء الإسلام أن يجعلوه لغطا حول هذا الدين، بالرغم أن هذا بذاته هو مزية لهذا الدين، وهو الذي أعطى لهذا الدين قوته، والمؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف وإن كان وفي كل الخير. كل هذا الكلام أصبح الآن متاح على النت، وأصبح النت هو الوسيلة الأكثر جاذبية عند الشباب وعند كذا إلى آخره. أنا وهناك تفاصيل لا نهاية لها حول هذا. يبقى اللي عايزاه ميرا إن إحنا نرشد الشباب ونمكنهم من الاطلاع على هذا الزخم الضخم الكبير والمصحح والدقيق
احنا عندنا الان اكتر من 7 مليار موقع على النت لغاية ما الشبكة هتسقط، وكل يوم بيخترعوا لها حاجة. من 10 سنين فاتت لما عدينا المواقع اللي بتتكلم في الإسلام لقيناها 124,000 موقع بتتكلم في الإسلام. 124,000 موقع فيهم طبعا دلوقتي أضعاف مضاعفة، يعني هذا الرقم كان من 10 سنوات فاتت. فإذا احنا لينا وسائل أخرى، مش هنقف علشان ان احنا نتحرك بالطريقة التقليدية والدنيا بتجري من حوالينا، مش هنحصل ومش هنقدر. لكن انا الامور والحمد لله المسلمين عملوا مجهود ضخم جدا في عرض الاحاديث، في رد الشبهات، في بيان الاحكام، في كيفية المعيشة، في كيفية عرض الافكار، في كيفية القواعد الاساسية للاخلاق الى اخره. الحمد لله ده كله ده، ويبقى ناقص لميرة ان هي تعرف اين هذه المواقع صحيح. علشان تقعد ولادها عليهم بصورة جذابة وبصورة تتوائم مع الكترونيات هذا العصر واتصالاته ومواصلاته. بتسأل عن عايزة صدقة جارية ولا حد تاني؟ ده لا، هي برضو بتسأل عن صدقة جارية، وهل ينفع الاربع سبعات في الازهر؟ الازهر عامل الاربع، يعني ايه عامل فرعين، فرع للزكاة بتصل الى المستحقين مباشرة، وفرع للصدقة الجارية. صدقة الجارية مفهومها ايه؟ ان انا بمسك المبلغ مصرفوش، احبسه واستثمره، ومن نتاج الاستثمار اوديه للمحتاجين. وبيبقى هنا اذا الفرق ما بين الصدقة والصدقة الجارية ان الصدقة مستهلكة، وان الصدقة الجارية باقية حتى تنشئ ثمرتها فتذهب بصورة دائمة صحيح للمستحقين. زي اللي بيعمل اوضه في مستشفى مثلا بيكلفها، او بيجيب جهاز في مستشفى، الاجهزه والمباني والمدارس والطرق وكذا، كل حاجه فيها بقاء وفيها صرف على الجهات. وكان الوقف الاسلامي كان يشيل الامن الداخلي، يعني كان جهاز الشرطه ده جهاز الشرطة، واحنا بنتكلم يقول لك هذا جهاز مدني، ايوه، لانه طول عمره هو جهاز مدني. وكان الوقف يشيل جهاز الشرطة، الشرطة دي الحاكم ملوش دعوة بيها. وكان يشيل التعليم، كل التعليم على الاوقاف. وكان يشيل الفنون والاداب والرياضة ومناحي الحياة المختلفة وكذا. وكان يشيل الصحة كلها، كله ده ما كانش تبع الدولة، ده كان تبع الأوقاف، عوائد الأوقاف. فكرة الأوقاف خدها الغرب وعملوا ما اسموه هناك بالفاونديشن والتراست، والفاونديشن والتراست اللي هي الوقف. وللأسف لما كان الإنجليز عندنا هنا حاربونا، وحاولوا في العراق، وحاولوا هنا، وحاولوا في تركيا، هم والفرنسوية، إن هم يقفلوا الأوقاف، لأنهم وجدوا أنها وراء تماسك المجتمع الإسلامي ووراء تطور المجتمع الإسلامي. وكان الشيخ زاهد الكوسري الله يرحمه من تركيا يقول تعجبنا جدا لما وجدنا السفير الفرنسي بيقول لنا لازم تلغوا الأوقاف. فقلنا له نلغي الأوقاف ليه؟ ده احنا يعني انت تقول مثلا لازم تحموا الأقليات، لازم تدافعوا عن الفرنسوية عندكم، لازم ما تضطهدوهمش، لازم كذا، يعني حاجة كده، يعني حاجة تكون تخصك مش حاجة تخصكش يعني. لكن ايه حكاية الوقف دي؟ وفضلوا يدرسوا فيها لغاية ما عرفوا ان الانجليز عملوا ايه في العراق، وانهم ألغوا الأوقاف فتمكنوا من مفاصل الدولة، افقار المجتمع. والكلام طويل في هذا. فانا عايز اقول لها انه الصدقة الجارية دي حاجة مهمة جدا، والصدقة الجارية ينفع انها تكون في الاربع سبعات في الازهر، وربنا ييسر الامور في هذا. الست سوسن بتقول ان ابن عم ابوها، هل هو من الورثة؟ اذا كان مفيش ذكور هيبقى ابن العم
من الورثة، واخد بالك ازاي؟ لان ابن العم ده والعم وابن العم من ابيه، اهو العم وابن العم وابن ابن العم مهما نزل، يبقى ده من الورثة. اذا ما كانش في الحدوتة في المسألة اللي احنا بنعملها صبيان، فمثلا مات ابوها وترك بنتين او ثلاثة او اربعة وما فيش ذكور الا ابن ابن عمها ده، ما لهاش عمام ولا ليها عمام ولا ليها عمات ولا ليها حد، انما هو فقط ابن 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 عم، حفيد ابن العم او ابنه، ايوه هياخد بقية التركة بعد توزيعها على الفروض اللي موجودة. يبقى هي بتسأل طيب وهيورثنا انا، افرض ان هو هيورث ابوه، هيورثنا انا، هيورثك لو ايضا كان هذا الكلام، انت ما جبتيش الا بنت، فهو ده ابن 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 العم ده. وهنا هذا النظام بتاع الميراث كان غرضه ايه؟ ان العيلة تجتمع. ليه؟ لان الاسرة هي الخلية الاولى للمجتمع، اللي هو لاحظها ارسطو ونص عليها ووسع فيها. طيب جان جاك روسو بقى لما جه نقط كده، قال انا اساس المجتمع وما ليش دعوه ولا باسره ولا بدوله ولا باي حاجه، في تفاصيل بعيده اخرتها اللي احنا بنشوفه ده. واخد بال سيادتك ازاي؟ مظبوط. لكن مولانا يعني ممكن استاذ سوسن، انا معلش انا هسال سؤال للغائب، يعني قد يكون ابن ابن العم دوت ولا يعرفوا عنه حاجه ولا سال عن ده الواقع، ما اعرفش ايه بالظبط. احنا تملي في الشريعه بنحب المأمول مش بنحب الواقع، عايزين نغير الواقع الى الاحسن لعل يحصل ألفة مثلا لما ده يحصل، يعني انه يا اخينا. وبعدين على فكره ابن ابن العم ده لو حد فيهم عمل حادثه هو اللي يدفع الدين، تمام. عليه مترتبات بما انه خد، عليه مترتبات اخرى. فما يجيش يقول لي فين الميراث وبعدين هو مش راضي يدفع الدية. يعني عايز اقول لسيادتك ان غياب المفهوم الشرعي بحاله يعمل اشكال، يعني فين بقى العدل؟ انت دلوقتي جيت خدت من ميراث ابويا وجيت تقول لي ده انا ليا حته هنا، اهلا وسهلا، انت برضو قريبنا وابن ابن عمنا وكذا، بس على فكرة انت عليك واجبات في يوم من الايام لو حصل لا قدر الله حادثة قتل خطأ، انت اللي هتشيل الحكاية دي، مش بقى ساعتها تختفي وانت اصلا مختفي لا بتوصل رحم ولا كذا الى اخره. يا ترى هننجح في ان احنا نرجع الالفة دي بين الناس؟ لكن هذا مراد الله، يعني ما تجيش تعترض على 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 شرع الله لأنه أرادك أن تكون إنسانا وأرادك أن تكون آدميا وأراد للعيلة أنها تكون متحدة إلى آخره. نعم صحيح. طيب فأفطر في أخت تانية خمسة أيام في أمريكا، أفطر في السفر وهو مسافر يعني لا معلش يكفر عليه بس أنه يعيد الخمس أيام دول. الرسول المجدد. لم يذكر الإجابة الصحيحة، لا الرسول ذكر الإجابة الصحيحة، ولكن الله سبحانه وتعالى شرع شرعا جديدا فأخبر به. يعني هو أخلي بالك أنه ما فيش شريعة قبل الوحي، فقبل الوحي جات له وقالت له يعني هو دلوقتي يعني يعمل الظهار ده اللي موروث من دين إبراهيم، هو اللي النبي عليه السلام قاله صحيح حينئذ يوم السبت، يوم الحد نزل وحي، لما نزل الوحي أجاب لها بالوحي الجديد بالقواعد الجديدة اللي طرقت في الشريعة ربنا سبحانه وتعالى خفف من هنا ووضع من هنا ونسخ هنا، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فهنا ما نش عايزها تقول لأن الرسول بشر ذكر إجابة غير صحيحة، ده كلام غير واقعي، ده على فكرة الكلام ده مش صحيح. النبي عليه السلام ذكر الإجابة الصحيحة تمام في الوقت الصحيح، فالله سبحانه وتعالى رحمة منه وفضلا وعلما وتشريعا للأمة من بعدها أنزل وحيا جديدا فبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمه. فخلينا بس إيه مؤدبين مع رسول الله، وما احنا وحكاية إيه أصله هو بشر زينا، لا هو مش بشر زينا، هو بشر لكن يوحى إليه، ولذلك هو معصوم، ولذلك هو حجة
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يعني سيدنا الرسول أيوة بشر لو حد جرحه هينزل دم، مش هينزل مية ولا هينزل دم لونه أزرق، هينزل دم لونه أحمر برضو. إنما هو بيوحى إليه. يعني إيه بيوحى إليه؟ إني أبات عند ربي يطعمني ويسقين. إنما تنام عيناه ولا ينام قلبه، ده حاجة تانية. قلبه الاتنين مفتوحين، بوابتين القلب، واحدة على الناس واحدة على الله، مفتوحين على طول. فسيدنا النبي عليه السلام عظيم الشان، وهو صخرة الكونين، وهو أفضل خلق الله عند المسلمين، يرون أنه جثمانه الشريف أفضل كائن في الكون. واخد بالك إزاي؟ ولذلك قالوا إيه الشيخ البجوري، واتفق المسلمون بالإجماع أن موضع قبر النبي الجثمان بتاعه كده أفضل من الكعبة وأفضل من العرش وأفضل أفضل الكائنات. ربنا اصطفاه وعلق. ومن الفضلية دي جاء منين؟ منه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. طيب يبقى إذن هو لا ذكر الإجابة الصحيحة، فنزل الوحي، فجد جديد وشرع جديد ووحي جديد، فبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المرة وللأمة من بعدها. الأخت الثانية بتقول إن فيه أنا مريضة فربنا غضبان عليا. لا دي كون الله أنت فيه مريضة عشان الطبيب يعالجك، وعلشان نجرب دواء ينفع مرة وما ينفعش مرة، وعلشان انت كمان تختبري فتصبري فتدخلي الجنة قبلنا. وهكذا صحيح. فلو عرفتي ما قد جعله الله لك من الرحمة ومن قلة التكاليف ومن عظيم الثواب على صبرك وعلى رضاك وعلى تسليمك لله سبحانه وتعالى، كنت تقولي يا رب خليني كده على طول. بس احنا مش بنقول كده، لان احنا طمعين في كرم الله سبحانه وتعالى، وربنا يحب مننا كده، ان احنا بنقول لا يا رب اشفيني واذا مرضت فهو يشفيني. لا ابدا، اوعي تفتكري كده. طب سحر وهل وعمل. ممكن ده يكون سحر وكذا، ما تدخليش في الحكايه كده. او لا مش ممكن السحر يستمر كده، السحر ده عامل زي الانفلونزا يعني يروح، لانه ان كيد الشيطان كان ضعيفا، مش كيد متمكن او كده يقعد بالسنين. لا ده قدر، وده حاجه بتاعت ربنا، وهو بيختبر الانسان، بس ما هوش ببلاش، ده بيدينا في الدنيا والاخره. بارك الله فيكم مولانا. استاذن حضرتك واستاذن مشاهدينا الكرام، هنطلع فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله هنرجع نتلقى المزيد من اسئلتكم على التليفون وعلى الاس ام اس. خليكم معنا.